نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الأمريكي الصديق بمزيد من التقدم والرخاء واعتزاز جلالته بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة. جاء ذلك خلال حضور معالي وزير الخارجية لحفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأمريكي لزعماء ورؤساء وفود دول العالم المشاركة في الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقد أكد معالي وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تنمية وتطوير مجالات التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يعود بالنفع على البلدين، منوها معاليه بالجهود الملموسة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لترسيخ الأمن والسلم الدوليين.